عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد تشغيلها. وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي، حيث أكد أنه ستكون هناك متابعة دورية لهذا الملف لضمان الاستدامة في كفاءة المباني للوزارات. كما أكد رئيس الوزراء أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين بالحي الحكومي.